دمج عضوي. الأول أحمد محمد النوبي، المجموعة 396 من محافظة الشرقية. دمج أدبي، حبيبة أحمد عبد السميع، الأولى بمجموعة 407 محافظة القاهرة. ألف مبروك يا حبيبة. ختام الرياضيات، الأول مصطفى أسامة مصطفى. ألف مبروك يا مصطفى. أرجو من جميع الأوائل بقى إن هم يتفضلوا من جنبنا علشان تلتقطوا الصورة التذكارية مع معالي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني. النبي تشوف لي بس يرد على أتعهد بأننا سنواصل العمل بإخلاص لتقديم أفضل خدمة تعليمية لأبنائنا وبناتنا، وأننا سنظل منفتحين على آرائكم ومقترحاتكم. أشكركم جميعا على حضوركم ودعمكم، ونتطلع إلى مستقبل يحمل في طياته نجاحات يستحقها أبنائنا وبناتنا بدعم كامل من القيادة السياسية، والتي لا تألو جهدا في توفير كافة سبل الدعم للارتقاء بالعملية التعليمية. وأشكركم وأشكر كل من ساهم في تنظيم هذا المؤتمر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.